اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم شذرات من نهج البلاغة. ما زلنا في وصيته لولده الإمام الحسن صلوات الله عليهما. اذكرت لك يقول لولده: فخفض في الطلب وأجمل في المكتسب. وبينت من بعد ذلك يقول له: فإنه رب طلب قد جر إلى حرب، فليس كل طالب بمرزوق ولا كل مجمل بمحروم. شنو يعني فإنه رب طلب قد جر إلى حرب؟ حرب بفتح الحاء والراء يعني سلب المال. ربما يطلب الإنسان شيئا فيسلب ماله بسبب ذلك الطلب. يذكر ابن ميثم البحراني طيب الله ثراه قصة عندما يمر على شرح العبارة. يقول: هناك تاجر كان عنده 17 دينار ذهب بها إلى الهند. الله تعالى وسع عليه بالرزق، ذهب مرارا، اشتغل، صارت 17,000 دينار. قعد قال: اكتفيت والحمد لله رب العالمين. سولت له نفسه، فعاود السفر مرة أخرى، فخرجت عليه اللصوص فأخذت كل ما عنده، وإذا هو قد حرب ماله، سلب ماله. فإنه رب طلب قد جر إلى حرب، فليس كل طالب بمرزوق. الإمام صلوات الله عليه يقول: مو كل واحد يطلب الرزق يرزق، ولا كل مجمل بمحروم. مو كل واحد يسعى إلى الرزق سعيا جميلا بدون حرص بدون شرة هو يحرم. بتعبير آخر كما يقول أحد الشارحين لنهج البلاغة: ربما يكون الغنى بعدم الحرص، وربما يكون الفاقر بالحرص الشديد. من بعد ذلك يقول لولده: وأكرم نفسك عن كل دنية وإن ساقتك إلى الرغائب، فإنك لن تعتاض بما تبذل من نفسك عوضا. ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا. وأكرم نفسك عن كل دنية، أي كون الإنسان يترفع عن الدنايا والخسائس، كون الإنسان لا يطلب الملك والجاه والعقار عن طريق الخسائس والدنايا. ليش؟ الإنسان يطلب المال خوف الابتذال بطبيعته، تجعل الإنسان يقول لك: أني أريد تكون عندي أموال حتى لا أحتاج أحد، ومن حقه، لكن مو عن طريق الخسائس والدنايا. فالإنسان يطلب المال خوف الابتذال حتى لا يكون مبتذل، فإذا دخل في الكذب، دخل مثلا في الغش، دخل في الرذائل لطلب المال، هو هنا أصبح مبتذل. إذا دخل عن طريق هذه الأمور إلى المال هو هنا أصبح مبتذل، فقد ضيع المقصود
ليش؟ لأنه هو يريد المال خوف الابتذاء. وأكرم نفسك عن كل دنية وإن ساقتك إلى الرغائب. شنو يعني؟ يعني وإن ساقتك نفسك إلى المرغوبات، ما يرغب فيه، المال، العقار، الملك. الإمام صلوات الله عليه يقول ترفعوا، نزهوا عن الدخول في الرذائل والخسائس والدنايا للوصول إلى ما يرغب فيه من المال وغيره. وإن ساقتك إلى الرغائب فإنك لن تعتاض بما تبذل من نفسك عوضا. شنو يعني؟ يعني الإنسان ما يعوض المال الذي يأتي عن طريق الرذيلة. فالإنسان إذا جت المحصولات عن طريق ذبة مي الوجه ما يعوض اللي حيجي بسبب ذبة مي الوجه. فإنك لن تعتاض، لن لنفي الأبد، فإنك لن تعتاض بما تبذل من نفسك عوضا. وصلت إلى الملك عن طريق الغش، هذا ما يعوضك. وصلت إلى الجاه عن طريق الغش، هذا ما يعوضك. وصلت إلى السلطان عن طريق الالتفاف على مشاعر الآخرين، هذا ما يعوضك. فإنك لن تعتاض بما تبذل من نفسك عوضا. لكن للأسف تشوف بعض الناس ما عندهم مشكلة للوصول إلى مآربهم الدنيوية، ما عنده مشكلة حتى إذا كان على حساب بذل ماء الوجه أو الدنايا والخسائس الأخرى. أنت ليش التاجر بصوتك؟ أنت ليش التاجر بجسدك؟ أنت ليش التاجر بتقاسيم وجهك؟ ولك مو أني أنطل الفقرة كمطعمة الرمان مما زنت به جرت مثلا للخائن المتصدق. فقال لها أهل البصيرة والتقى لك الويل، لا تزني ولا تتصدقي، تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها. عيب الإنسان يستأكل عن طريق الرذائل، تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها. الإمام صلوات الله عليه يقول للإنسان كون يترفع عن الدخول في الخسائس والدنايا، يترفع عن الدخول في الكذب، يترفع في الدخول عن كل رذيلة حتى إذا ساقت نفسه إلى المرغوبات، لأنه ما يعوض بشيء. وتشوف النظرية الخلدونية التي تدرس في الأكاديميات، ابن خلدون يقول إن التعاون لا يحصل بين الناس إلا بإكراه البعض على التملق ممن يمتنعون من ذوي الأنفة والاستعلاء الفطري لجهل حكمة الله تعالى. هو يقول لجهل حكمة الله تعالى في هذا التعاون لهذا النوع البشري مع الأسف. يعني ابن خلدون يرى أن الإنسان الناجح هو المتملق، يرى أن الإنسان الناجح هو المداهن، مثل نظرية اليونانيين، النظرية الديموغاجية. ديموس يعني الشعب، غوجية يعني العمل. أكو من يسوغ، ماكو مشكلة، يقول لك أوصل إلى السلطة عن طريق التزوير، عن طريق الرذائل، عن طريق الأمور الأخرى، ماكو مشكلة. ابن خلدون يقول لك الإنسان الناجح هو الإنسان المتملق، هو الإنسان المداهن.
يعني يقول بتعبير آخر التنزه والترفع عن التملق وعن المداهنة، يقول هاي صفات مذمومة ما ممكن. الإمام صلوات الله عليه في نهج البلاغة يقول ترفعوا نزهوا عن الدخول في الخسائس والدنايا. ارجع وياي إلى الناس، ناس كلش مهم وكل نهج البلاغة مهم. يقول بأبي وأمي وأكرم نفسك عن كل دنية وإن ساقتك إلى الرغائب فإنك لن تعتاض بما تبذل من نفسك عوضا. من بعد ذلك يقول صلوات الله عليه ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا. فاصل قصير وللحديث تتمة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم من جديد في برنامجكم شذرات من نهج البلاغة. ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا. أولا خلي نشوف شنو هو العبد اللي قصد الإمام صلوات الله عليه. خلي أبين لك أن كلمة العبد اصطلاحا على أربعة أضرب، يعني أربعة أقسام. أكو عبد بحكم الشرع، هذا اللي يباع ويشترى. أكو عبد بحكم الإيجاد، كلنا وكل ما في السماوات وما في الأراضين شنو؟ عبدة لله تعالى. وأكو عبد اللي هو عبد لله تعالى، وكلنا عبيد الله تعالى. الرابع العبد يعني الخادم المعتكف على خدمة سيده، وهو الذي يقصد الإمام صلوات الله عليه لما يقول ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا. زين، الحرية شنو؟ الحرية مو مثل ما يتصورها البعض للأسف. البعض يتصور أن الحرية هي تعري، أبدا. البعض يتصور أن الحرية افعل ما تشتهي وما تشاء، أبدا. الحرية هي أن يعمل المجتمع يد واحدة لخدمة جميع أفراد المجتمع، هذه هي الحرية. تحرر القلب من عبودية الخلق، هذه الحرية. تحرر قلبك من عبودية غيرك، من التملق لغيرك، من الخضوع لغيرك. وشنو الخضوع؟ الخضوع الخضوع ركوع المشاعر وسجودها أمام الغير، هذا الخضوع. تلاحظ شلون؟ فالحرية تحرر القلب من عبودية الخلق، هذه الحرية. ومثل ما حتى الديمقراطية تجعل بعض يا با شنو الديمقراطية؟ يتصورها أنه افعل ما تشاء، افعل ما تشتهي. لا يا با، الديمقراطية يعني حكم الشعب، يعني الشعب يختار ممثلين من رحم الشعب، من نفس الشعب يحكموهم، هذه الديمقراطية، مو مثل ما يتصورها البعض. زين، الإمام صلوات الله عليه يقول ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا. البعض يقول أنتوا تسمون عبد الحسين، هذا مو يتعارض مع قول الإمام؟ احنا قلنا العبد اللي قصد الإمام
المعتكف على خدمة سيده وليس عبدا له وليس يعبده. وحقك الموضوع واضح لأنه عبد الحسين قائم القيامة، يعني لو كان عبد مروان كل مشكلة ماكو، بس واضح لأنه عبد الحسن قوم القيامة، كلش واضح. يعني الإمام صلوات الله عليه لما دا يذكر هذا الصنف العابد يقول بأبي وأمي، المقصود بي الذي يعتكف على خدمة سيده، ويا ريت نعتكف على خدمة سيد الشهداء الإمام الحسين صلوات الله عليه. يعني أنا لما أقول فلان خادم الإمام الحسين عليه السلام، يعني شنو مثلا هذا دي عبده للإمام الحسين عليه السلام؟ لا، معتكف، معتكف على خدمة سيده. وين المشكلة؟ يعني لا حد يتصور نحن نعبد الإمام الحسين، معاذ الله، في منابرنا وفي مآذننا نقول أشهد أن لا إله إلا الله. وين العبودية للإمام الحسين؟ إذن الإمام صلوات الله عليه يقول ولا تكن عبد غيرك، بأن الطيعة طاعة عمياء وقد جعلك الله حرا. لكن هذا يشمل جميع الآحاد؟ لا، يجوز أن يكون، بل يستحسن شيء حسن إذا كان الإنسان عبدا لوالديه، معتكف على خدمة والديه، معتكف على خدمة العالم، لم لا؟ وين المشكلة؟ يعني مو معناها يعبد الإمام الحسين عليه السلام، مو معناها يعبد والديه، معناها أنه معتكف على خدمتهم. هذا شيء جميل، هذا الله تعالى يريده. أنا عبدكم بل عبد عبد لعبدكم. شنو يعني هذا؟ يعني هنا الشاعر ده يقصد أنه هذا العبد ده يعبد ذولا؟ طبعا لا، أنا أني خادمكم، يعني أني خادمكم، لأنه اصطلاحا كلمة العبد يعني الخادم المعتكف على خدمة سيدي. طيب، فعندما يقول الإمام صلوات الله عليه ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا، يعني لا تطيع الغير طاعة عمياء وقد جعلك الله حرا، أي جعل زمام أمورك بيدك، جعل زمام أمورك بمن؟ بيدك، وقد جعلك الله حرا. لكن أكو بعض الناس للأسف يعني ما تطلق عليه صفة غير صفة العبودية والذل والخضوع، إما للمال وإما للقرار وإما لأهل القرار، بعد عبيد ما يقدر يعيش غير بهذا الجو. الإمام صلوات الله عليه يقول ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا، من بعد ذلك يقول بأبي وأمي وما خير خير لا ينال إلا بشر ويسر لا ينال إلا بعسر. شنو يعني؟ يقول بأبي وأمي الخير الذي يأتي عن طريق الشر هذا مو خير، اليسر الذي يأتي عن طريق العسر هذا مو يسر. بتعبير آخر، لا خير في خير يأتي بطريق الشر، ولا خير في يسر يأتي بطريق العسر. يعني هذا الخير الذي يأتي عن طريق الشر هذا ما بي خير، هو الخير ما بي خير. مثلا الإنسان يقوم يستأكل عن طريق الأمور الغير مشروعة، هذا مو خير. شوف، لا خير في خير يأتي بطريق الشر، معنى العبارة دحشي لك، ويسر ويسر يسر هذا ما بي خير، هذا ما بي يسر.
ما بي مونة الذي يأتي عن طريق العسر، مثلا بذل الإنسان ماء وجهه هذا مو يسر، فإذا بذل الإنسان ماء وجهه أي يسر يبقى بعد؟ ليش؟ لأنه صار عن طريق العسر فماكو خير. خلي أضرب لك مثل، المأمون جاب يحيى ابن أكثم سواه قاضي قضاة المسلمين، قاضي ولحد الآن تشوف المسلمين يأخذون منه وهو من قاماتهم. يقولون فد يوم قاعد المأمون وقاعد عبد الله ابن طاهر يمه وقاعد يحيى ابن أكثم، غمز المأمون إلى الساقي قال له سكره. شوف المنظر المخزي، خليفة المسلمين، خليفة المسلمين طبعا خليفتهم مو خليفتنا، احنا خليفتنا الإمام الرضا صلوات الله عليه. نعم، خليفة المسلمين يغمز للساقي بأن يسكر القاضي مالته، يقول سكره، كانت بين أيديهم هالة من الورد دفنوه فيها ونثروا زهورها عليه. أكو جارية يم المأمون، المأمون أنشد بيتين من الشعر، ناديته وهو ميت لا حراك به، مكفن بأثواب من رياحيني، وقلت قم، قال رجلي لا تطاوعني، فقلت خذ، قال كفي لا تواتيني. الجارية قاعدة مطربة نطاها الأبيات، قالها قومي غنيهن، قامت تغنيهن المطربة حتى أفاق يحيى ابن أكثم. يقول هواية ضحك المأمون بهذا المنظر، حتى أفاق يحيى ابن أكثم وهو من تحت الورد. قال للمأمون يا سيدي وأمير الناس كلهم، يعني أمير الفاسقين مو أمير الناس، نعم، قد جار في حكمه من كان يسقيني، إني غفلت عن الساقي فصيهرني، كما تراني سليب العقل والدين، لا أستطيع نهوضا قد وهى بدني، ولا أجيب المنادي حين يدعوني، فاختر لنفسك قاض، إنني رجل الراح تقتلني والعود يحييني. شوف، نعم المأمون سوال هذا يحيى بن أكثم قاضي، لكن شلون أخذ القضاء عن هذا الطريق؟ ظل عبد للمأمون، ظل خاضع للمأمون، بحيث يصل الأمر إلى أن المأمون يغمز للساقي ويسكر للقاضي. فأي خير في هذا الخير الذي جاء عن طريق الشر؟ وأي يسر لهذا اليسر الذي جاء عن طريق العسر؟ ارجع وياي إلى النص. يقول الإمام بأبي وأمي وأكرم نفسك عن كل دنية وإن ساقتك إلى الرغائب، فإنك لن تعتاض بما تبذل من نفسك عوضا، ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا، وما خير خير لا ينال إلا بشر، ويسر لا ينال إلا بعسر. على أمل اللقاء في برنامجكم شذرات من نهج البلاغة، والسلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته.